بسم الله، السلام عليكم. اليوم جيت معكم أنا بنت المالكة للقناة، يعني مشي ربة البيت. مهم اليوم جبنا لكم كركازات بالبصل والبطاطا في الكوشة. إن شاء الله تتابعوا الفيديو حتى التالي، وإن شاء الله تعجبكم الوصفة تاعنا. إذن هنا نبدأ بالمكونات. هنا عندنا كركازات تاع الدجاج، يعني على حساب واش عندك، حساب كل استوى تاع الدجاج، مام يعني الحاجه اللي والماتك. انا عندي هنا احنا عندنا هنايا الكركازه تاع الدجاج، يعني شويه تاع يعني حبات تاع بطاطا. انا ثاني درت على حساب العائله، حساب افراد العائله تاعنا. هنا ثاني عندنا شويه بصل دي على حساب افراد العائله. مسحقوا ايضا شويه اللي زيت بيس بينا، شويه اللي زيت بيس، شويه زيت باش نديرو الدبسه. اني هنا راني قطعت البطاطا، هنا قطعتها شويه كبيره باش نديرو هكا، يعني كيما قطعو في لاصالاد. اني هنا بعد ما قطعت البصل، هنا جاني انا حطيت كوانتيتي كبيره، انت على حساب افراد العائله تاعك. وعندي هنا البطاطا، دوك راني حنبدا ندير في الدبسه تاعنا. نبداو بليزي بيس اللي هو راس الحانوت. راح ندير حوالي مغرفة، يعني ما كبيرة بزاف ما صغيرة، ما نكثروش. نزيد شوية، راح ندير شوية تاع كمون. دبسة تاني تحب بزاف الكمون، ندير شوية تاع الملح. الملح دايما لازم نديرو ملح، ثاني ما نكثروش. هيدا شويه برك، شويه تاع حرام بزاف باش تجي بنينه. هنا عندي شويه تاع قزبر، راح ندير قزبر. نبدا نخلط. نسيت ما قلت لكمش بلي درت مغارف كبيره تاع طماطيش، طماطم مصبره، ودرت 5 مغارف تاع الزيت، ودرت شويه تاع حليب. اذا خصني راح نزيد، راح نبدا نخلط. يكفيني كامل باش تكفيني الخضرة والدجاج. نزيد لها شوية تاع حليب هكذا، يعني حوالي كاس تاع العتاي تاع الحليب. دوك هاني كملت الدرسة تاعنا، راني خلطتها كامل هكذا. تحبي ديري فيها الثوم يعني ماذا بيك، باسكو الثوم يعني يصلح بزاف في الدبسة تاعنا. دوك حنا ماكاش متوفر عندنا، مام اذا مام حنا ما نحبوش نكثر بزاف الثوم، تما ما درتوش انا كامل. دوك نبدا نحط في الدجاج تاعنا. هنا حسب واش عندك، تحبي ديري كويس، تحبي ديري استوى تاع الدجاج. احنا عندنا احنا توفر عندنا الكركاز تاع الدجاج، يعني عندك كركاز تاع الدجاج. دوك نحطهم كاع يتلاخروا هكا، راح نحطهم هكا يا هكا. دوك نخدم بيدي، نجيب طبسي نحط فيه. هكذا نحط لها كاع هذيك الدبسة باش الدجاج يجينا بنين. هنا نحط هنايا الحاجة، دوك هاني بعد ما درت الدجاج في الدبسة راح نحط داك الخضرة تاعنا. تحبي الخضره اللي تحبي ديريها ديريها عادي جدا. انا عندي هنا برك، حتى حبينا نديرو هنا البصل والبطاطا، يعني باقل المقادير باش نتوما ثاني تقدروا ديروها وما تعجبش عليها. دوكا نبدا نخلط من تحت للفوق هاك. لازم هذيك الخضره تاعنا كاع تتخلط بالدبسه تاعنا هكذا باش تدخلها كامل اللبسة وتجينا بنينة. هنا بعد ما حطيت الدجاج تاعنا في الدبسة، يعني حطيته بيان في الدبسة تاعنا مام الخضرة تاعنا، وعلى حساب المقدور تاعك وعلى حساب يعني مام راح يجي بزاف بنان مع الدجاج. هنا دوكا راح نحطوهم في الفرن، وباش نحطوهم في الفرن لازمنا هذا الكيس. الكيس هذا يعني يعني نظن حكيت لكم عليهم في الفيديو اللي قبل، مي راح نحكي نعاود نحكي عليهم في هذا الفيديو.
هذا الاكياس تقدري تحطي منطقه اللي تحطي فيهم الخضره. ما راحش متخافيش على الكيس هذا باسكو هو اصلا كيس تاع الفور. فيه هنا دوك نبدا نحط في الخضره تاعي قبل باش نحط الدجاج من فوق باش البنه تاع الدجاج هذيك تهبط للخضره. نبدا نعمر الكيس تاعي هكا هكا في الكيس تاعنا. دوك نبدا نحط في الدجاج. حنا ما تخافيش من الكيس باسكو يضبط 3 كيس تبت 3 كيس ما تخافيش منه. حنا نبدا نحط في كذا كبار قبل هاني. بعد ما حطيت الدجاج تاعنا قلت لك ما تخافيش من الكيس باسكو راح يربد لك. ما تخافيش كاع منه حيت ولدك 3 كيلو حوالي 3 كيلو. هنا دوك راح نحط هاد البلاط هنا في الفرن. وما تنساوش الفرن دائما دائما تشعلوها من قبل. لازم يكون مسخون بزاف باش يطيبوا لنا بالخف. دوك نخلي هذه البلا حوالي 45 دقيقه في الفرن ونعاود نرجع لكم نوريه لكم في صحن التقديم. اذا هنا هنايا انا بعد ما خرجناها من الفرن الحين قصينا كامل هذاك الكيس تاعها هكذا. ما تخافيش على البصل باسكو راح يطلق الماء تاعو راح يطيب بيان. مام البطاطا راح تطيب بيان. شوفي طابت بصح الشكل تاعها بقى هكاك. شوفي طابت ما شاء الله. شوفي شوفي طابت حاله. مام الدجاج يطيب ولا اروع. هنا تقضي ما حوالي تحطيها في الفرن حوالي نص ساعه من نص ساعه لحتى 45 دقيقه راح يطيب لك الدجاج ويطيب لك الخضره. يعني بعد ما نحيت الدجاج هنا حبيت برك نقول لكم يعني اللي ما عندهاش الدجاج لازم تقدري ثاني ديري غير البصل والبطاطا وديريهم شويه جنبو في الدبسه راح يجيك هايل بالبزاف. راح يجيك هايل. ثاني تحبي ديري خضره اخرى يعني ماشي الدجاج ديري الجنبو راح يجيك بزاف بني. وباش نقول لكم ثاني ما تخافيش من البصل. شوف ما درنا لهم لا ما لا والو حطينا غير البصل والبطاطا. شوف البصل طلق الماء تاعو جا بزاف شغل الصوص جات بزاف صوص هايله وبنينه. اذا انا وصلنا لنهايه الفيديو وصلنا يعني كملنا الوصفه تاعنا تاع اليوم. ان شاء الله تكون عجبتكم هاد الوصفه. نقول لكم شاهدكم في الجنه وان شاء الله ماذا بكم ديونا جيم وكومونت على الفيديو. تبارطاجوا ثاني فيديو لاحبابكم ولصحابكم باش تعملوا فايده. وما تنساوش ديروا ابوني للقناه اللي دخلت جديده. ومع السلامه.